عودة وإياكم لتصريحات وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد اليوم خلال إشرافه على الحفل الختامي للأولمبياد الرياضيات بالجزائر أو الرياضة أو الرياضيات الجزائرية في طبعتها الأولى. الوزير عاد إلى ضرورة سعي الوزارة من خلال البرامج التعليمية على تنشئة جيل يعيش مغزى التضحية لمواجهة التهديدات الإقليمية. نتابع التصريح ثم نعود للترحيب بضيفنا. المطلوب من أبنائنا التلاميذ التفرغ للتمكن من العلم والتكنولوجيا من أجل بناء اقتصاد المعرفة الذي يعد محرك الاقتصاد العالمي. ودور الشباب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو التألق والامتياز في الدراسة وخوض معركة العلم والمعرفة ومواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق النمو والازدهار الذي نصب إليه جميعا. نعمل من خلال البرامج التعليمية على غرس قدسية النشيد الوطني والعلم والعلم الوطني في نفوس المتعلمين وتنشئتهم على احترام رموز الثورة وصون ذاكرة الشهداء وكرامة المجاهدين. إن هدفنا هو ضمان قفزة نوعية للنظام التربوي الجزائري من خلال ترسيخ قيمنا التاريخية وثوابتنا الوطنية وتخمين تراثنا الوطني الضارب في عمق التاريخ، مع غرس الروح الوطنية في أطفالنا وتنمية الإحساس بالانتماء للجزائر والإخلاص لها وللوحدة الوطنية. إذن مشاهدينا، كانت هذه تصريحات وزير التربية عبد الحكيم بالعبد. نعود من جديد إلى ملفنا وإلى ضيفنا عبر خدمة الهاتف الأستاذ حسن بالباقي الأمين الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية. أهلا بك معنا. أهلا، مرحبا. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن ونحن نحتفل بالذكرى 62 لعيد الاستقلال، وزير التربية يؤكد على ضرورة تنشئة جيل يعيش مغزى أو مغازي التضحية لمواجهة التهديدات الإقليمية. هنا نتكلم لربما أستاذ بالباقي عن الجانب التاريخي في البرامج التربوية. كيف نقيم لربما هذا الجانب اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى، الذكرى 62 للاستقلال؟ ممتاز. هو شوف، يعني أولا كنا يعني البارحة يعني احتفلنا بعيد الاستقلال 62، وبالمناسبة نترحم يعني على شهدائنا الأبطال ونطلب يعني طول العمر إلى مجاهدينا الكرام. فقط يعني ربما ثورة التحرير تاعنا، احنا محظوظين انه لدينا ثورة، وهذه من بين الثورات العالمية. ثورة التحرير لازم تكون كما يقولوا نقطة إلهام للجيل المستقبلي وبناء كل يعني هذا الوطن هذا. يا لما قطاع التربية يرقى إلى الأمن القومي، ولما نقول الأمن القومي نقول الأمن الفكري، لما نصل إلى ونقتنع كل يعني كل واحد من مكان ومن مقام ويقتنع أن يعني تحسين الأمن الفكري، نعرف بأن يعني رانا في مسار جيد. هذا الأمن الفكري ليعطي مناعة حقيقية لأبنائنا وللمجتمع بصفة عامة، وخاصة احنا في قطاع التربية. خلينا نتكلم على قطاع التربية. قطاع التربية احنا قطاع مجتمعي. هذا القطاع المجتمعي أي حدث يكون فيه يكون عنده وقع على المجتمع. احنا باش يكون عندنا مناعة، يكون عندنا انفاكسة يعني ضد يعني التحديات اللي موجودة، خلينا نكون دقيق، لازم يكون من ثورة التحرير الوطنية تاعنا يكون تكون هذه الثورة تكون ثورة يعني تكون محطة إلهام، ومن ثم نقول يعني يعني كل برامجنا، خليني نقول برامج تكون دقيق معك، أن برامجنا ومناهجنا تكون هذه الثورة تكون ثورة إلهام. خليني أضيف أكثر من هذا، تحصين الجبهة الداخلية أو تمتين الجبهة الداخلية لا يتأتى من عدم، يتأتى من قرارات مهمة ومهمة جدا، لأن الآن ما تعيشه الجزائر يعني من كل هذه التحديات، الجزائر ليست بمنأى عن كل التحديات اللي راهي تدور حول العالم، خاصة أقولها بصراحة مع ما يعني ما بعد حرب غزة راح تكون تحديات كبرى. ولذا
تحسين الجبهة الداخلية أو إعطاء مناعة لأبنائنا يعني في المراحل الثلاث هو بهذه البرامج التي ندرسها لأبنائنا. دائما أقولها هذو الأبناء هذو الأبناء هما تربة خصبة، هذه التربة الخصبة ماذا نغرس فيها وبماذا نسقيها؟ هذه الأبناء تاعنا هما عجينة، كيفاش حبينا نعجنهم؟ ولذا نقول هذه التربة وهذا اللي كيفاش نعجنوها والتربة كيفاش نغرسوها وبماذا نغرسها؟ هذه نغرسها بهذه البرامج التي ندرسها لأبنائنا. نعم هناك قطاعات أخرى وهناك خطاب مسجدي، هناك الإعلام عنده مسؤولية، هناك من التواصل الاجتماعي نقدر نقول لك الآن بهاشتاغ يعني هكذا يقدر يدلك مشاكل. ولذا تمتين الجبهة الداخلية يكون ببرامج تستجيب للقدرات العقلية والجسدية لأبنائنا، ومن ثم هذه البرامج لازم تكون وفق يعني مقومات وثوابت الدولة الجزائرية، ومن مقوماتنا وثوابت الدولة الجزائرية هو الجزائر وطننا والعربية لغتنا والإسلام ديننا بالإضافة إلى قوانين الجمهورية. إذن أقول إعادة النظر في برامج التي تستجيب يعني لما يحول يدور حول يعني الجزائر بات ضرورة مهمة ومهمة جدا بأخذ يعني كما يقولوا مباشرة وصاري في العالم هذا. الآن عندنا أكاديميين، عندنا نوابغ، عندنا مفتشين، عندنا مفكرين، بإمكاننا نبني برامج تستجيب لي يعني أولا بيداغوجيا للقدرات العقلية والجسدية لأبنائنا، ثانيا هذه البرامج نمتن يعني بأن تمتين الجبهة الداخلية ويكون مجتمع متماسك، لأن هذه البرامج هي تنشئة اجتماعية. أستاذ بالباقي لربما المعروف بأنه التلميذ أو الطفل يقضي سنوات دراسة طويلة خلال المراحل التعليمية الثلاث، يدخل للمرحلة الابتدائية وهو صفحة بيضاء ليبدأ في تلقن المعلومات والمعارف الجديدة، هي مراحل مهمة جدا في تكوين الأفكار والآراء لدى هؤلاء التلاميذ. اليوم نتكلم عن البرامج، نتكلم أيضا ومن الضروري الحديث عن طريقة تلقين هذه البرامج، هل في اعتقادك وجب النظر كذلك في هذه الطريقة؟ ممتاز. هو شوف شيء ممتاز هذه السنة وأنا أقولها بصراحة، ولو أننا يعني ما زال ما شفناش البرامج اللي راح تكون التغيير الشيء الجديد هذه السنة، هناك يعني مناهج جديدة في السنة التحضيرية وفي السنة الأولى ابتدائي وفي السنة الثانية ابتدائي، ربما راح كثير من المواد يعني راح تحذف نهائيا، وربما حتى المواد ما بقاش نقولوا كلمة مواد راح تصبح أنشطة وتصبح مخففة، الشيء اللي يكون عنده جاذبية ويستجيب يعني للقدرات العقلية لأبنائنا. يعني نقدر نقول لك أن الآن يعني نعم الابن تاعنا هو صفحة بيضاء، نعم هو صفحة بيضاء، يعني كما نقولوا الآن احنا في الجزائر كيفاش انا ندرسوا؟ انا ندرسوا بالمقاربة بالكفاءات، المقاربة بالكفاءات تدريس هذه بالمقاربة بالكفاءات تحتاج إلى ظروف تدريس مهمة جدا. لما نقول لك تلميذ في القسم لازم يكونوا 25 تلميذ، أكثر ما يكونش أكثر من 25 تلميذ نقدر نقولوا هذه الطريقة تكون ناجحة، أما لما يكون أكثر يعني 40 تلميذ 45 تلميذ يستحيل، وبالتالي بعض الأساتذة الآن راهم يدرسوا بالأهداف وهذا اللي نقدر نديره الآن. وإذا أقول يعني الاكتظاظ اللي موجود ماشي موجود كامل في كل الولايات، لكن بعض الولايات تشكو من يعني تشتكي من الاكتظاظ، الشيء يعني نعتبرها نقطة سلبية. نتمنى يعني من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد الوزير الأول، يعني الآن في الجزائر 2024 ما بقاش نزيدو نتكلمو على الاكتظاظ، الآن حبينا الآن يكونوا عندنا تلاميذ مبدعين، تلاميذ نوابغ
شوف المسابقات الدولية بهكذا برامج في كل المسابقات الدولية، سواء في الذكاء الاصطناعي، سواء في الكمبيوتر، سواء في الحساب الذهني، سواء في القراءة، وحتى في المناظرات مؤخرا الجزائر دائم في المرتبة الأولى. إذا حبينا الآن يكون عندنا نوابغ، واليوم خير دليل هو الأولمبياد الرياضيات التي نظمت أول مرة في الجزائر في ثانوية الرياضيات، وراح تشوفوا نوابغ ونوابغ. إذا الآن وصلنا إلى مرحلة لازم الآن تكون قرارات جريئة، قرارات يعني ما تبقاش نزدو نعطلو، قرارات أنه البرامج تاعنا لازم يكون فيها تغيير جذري، تغيير ما يعني يستجيب الى تطلعات واش كاين، يعني واش راه يدور في الساحه السياسيه والدوليه والاقتصاديه يعني عموما. نعم، نبقى في طريقه التلقين استاذ حسن بالباقي. في العاده التلاميذ يتهربون من ماده التاريخ، يرتكزون ربما في التعرف على هذه الماده بالحفظ، الحفظ والاجابه على أسئلة الامتحانات. اليوم لما يتكلم الوزير على ضرورة تعديل البرامج وتنشئة جيل يعيش على مغزى التضحيات، كيف بإمكاننا ربما تحبيب التلاميذ بهذه المادة ومن خلالها لربما تحقيق هذا الهدف؟ شوف، مادة التاريخ تعتبر من مواد، يعني نقدر نقوله من الهوية الوطنية، من مواد الثوابت، من اللي تتكلم فيها على الثوابت الوطنية. إذن هي مادة مهمة جدا، لازم هذه المادة كما نقوله يشرف عليها. أكيد عندنا يعني سادة مفتشين وعندنا أساتذة وعندنا أكاديميين، لازم كما نقوله نحبوها لأبنائنا. لازم ما بقاش الآن يعني كانت سياسة ما نقولها بصراحة بجهات معينة خلونا نشوفوا إلى مدى التاريخ بنظرة يعني دونية، بنظرة يعني احتقار، وهذا كانت في مخطط يعني غير بريء. لازم الآن مدى التاريخ تفعل، نرجعوا لها قيمتها، بين نرجع اولا اعادة النظر في يعني في المحاور اللي يدرسوها ابنائنا، بصيغه اننا يعني نغرس فيهم الثوابت الوطنيه وحبها هذا الوطن. اثنين، اعادة النظر في المعاملات هذه الماده، نعاود نعطيو لها قيمتها البيداغوجيه باعادة النظر في المعاملات ابتداء من التعليم المتوسط الى الثانوي الى شهاده البكالوريا، وبالتالي تصبح ماده من المواد الاساسيه التي يعني بلد وإنسان بدون تاريخ إنسان بدون مستقبل. التاريخ تبني على تاريخ، المستقبل يبنى على الماضي، يبنى على التاريخ. نعم، ما لازمش نبقاو نتكلموا على الماضي وننسوا المستقبل، لكن بناء المستقبل تاعنا يبنى على الماضي، وبالتالي تفعيل مادة التاريخ. احنا عندنا ثورة نعتز بها، ثورة التحرير الوطنية، هذه ثورة احدى الثورات الثلاث في العالم، ثورتنا نعتز بها. ما لازمش يكون ناس ربما حبت تتصورها وتحتقرها، لا، لازم نقولوها بفم مليان وبصوت مرتفع انه عندنا ثورة، الناس ضحت بالنفس والنفيس، لازم نتكلموها. وإحنا نغمة، نعم كاين ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية ربما، ولكن كل شيء لازم نحطه في الحيز تاعو. عندنا ثورة نعتز بها، عندنا من العائلات، كل عائلات عندهم شهداء وعندهم مجاهدين، لازم نعتز بثورتنا. هذه الثورة لازم تكون كما يقولوا نقطة، يعني كما يقولوا تكون نقطة يعني إلهام لكل أبنائنا ولكل الشعب الجزائري. نعتز، وهذه نقطة إلهام لازم تكون وقحة، لازم يكون وقحة نشوفوه الوقعة تاعها. البين وين يكون وقع هو في هذه البرامج التي تبنى، وخاصة في مادة التاريخ وفي كل المواد اللي نقدر نقولوا اللي تقدر نتكلموا عليها في نتكلموا بها على الثورة الجزائرية. طيب أستاذ، ما هي مقترحاتكم لهذه البرامج؟ ربما كيف يجب أن تبنى هذه البرامج أو النقاط العريضة؟
اكيد. هو شوف يعني نقدر نقول لك احنا تمنينا يعني البرامج لازم يكون فيها تراكمات، لازم برامج تاع الابتدائي وتاع المتوسط والثانوي لازم تكون فيها تراكمات، بعباره اخرى تكون تنسيق بين الابتدائي والمتوسط والثانوي وتكون تكمله. ما لازمش يعني لازم يكون الامور مخففه في الابتدائي ثم تكون في درجه اكثر في الثانوي المتوسط ثم تروح الى درجه اعلى للثانوي، لان الابن تاعنا لما يخرج من الثانوي يصبح من المخرجات تاع وزارة التربية إلى مدخلات وزارة التعليم العالي، وش رانا نمدوا للتعليم العالي، وبالتالي النجاح أي منظومة تربوية هو نجاح البكالوريا. لما تكون بالنجاح البكالوريا تكون نسب يعني مقبولة ومقبولة جدا نقول منظومتنا ناجحة. هذا النجاح ما يجيش هكذا فقط، يجي كما نقولوا بعمل وبتضحيات وكذا. إذن أقول لازم نكون هاتي نعود نرجع، أنا دائما نعود نرجع لأن البرامج هي أحد المرتكزات المهمة جدا في منظومتنا التربوية. إذن أقول مادة التاريخ مادة نراها مادة مهمة ومهمة جدا، لازم تدرس إلى أجيالنا باش يعرفوا أبائنا وأجدادنا يعني مادة التضحيات التي قدموها. وهذه البلاد هذا ما جاتش هكذا فقط، جات بالتضحيات. كاين عائلات كيما يقولوا يعني محاوها من اسمه، كاين قرى راحت كامل ما كانش هذه القرى، خلاص الان ما كانش. انا نذكروا في الاسماء تاع العائلات ونذكروا في الاسماء تاع هذه القرى، وبالتالي هذه التضحيات ما جاتش هكذا فقط. اذا احنا الان لازم جيل هذا الجيل لازم عندنا هذا الان الخطاب المسجدي لازم يواكب هذه التضحيات، منصات التواصل الاجتماعي لازم تواكب، الاعلام ثم كذلك لازم تواكبوا هذه، وبالتالي مستحيل وزاره التربيه وحدها انها تقوم بهذا يعني بهذا بهذا العمل وحدها، وبالتالي هي منظومه مجتمعيه، منظومه سياسيه، منظومه اقتصاديه يعني هذه تكمل هذه. اذا بالرجوع الى المناهج نعود نقولوا لازم تكون مناهج تخدم الثوابت الوطني، الثوابت والهويه الوطنيه. صحيح، شكرا لك استاذ حسن بالباقي الامين الوطني للنقابه الوطنيه لعمال التربيه على هذه المداخله. شكرا. العفو. إذن مشاهدينا نبقى دائما في ذات الموضوع وتعزيز مغزى التضحية في المعابر التربوية لمواجهة التهديدات الإقليمية، هو ما أشار إليه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد اليوم خلال إشرافه على الحفل الختامي لأولمبياد الرياضيات الجزائرية في طبعتها الأولى. قال الوزير خلال هذه الحفلة الختامية بأنه من الضروري السعي وزارة التربية من خلال البرامج التعليمية على تنشئة جيل يعيش مغزى التضحية لمواجهة التهديدات الإقليمية المختلفة. إذن مشاهدينا نناقش دائما في هذا الملف هذه تصريحات وزير التربية الوطنية التي تأتي بالتزامن إحياء الجزائر أمس للذكرى 62 لعيد الاستقلال. لا أدري إن كان الاتصال جاهز. إذن مشاهدينا يلحق بنا الآن عبر خدمة الهاتف الأستاذ أبو بكر منصور المنسق الولائي للاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ بولاية الوادي. أهلا بك معنا. أهلا بك معنا أستاذ أبو بكر منصور. نعم. لا أدري إن كنت تسمعني أستاذ منصور. نعم أسمعك بشكل جيد، مرحبا بك أختي الفاضلة وبجميع مشاهدي قناة شروق. شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا ننطلق في نقاش موضوعنا ورؤية جمعية أولياء التلاميذ لتصريحات وزير التربية الوطنية، تنشئة جيل يعيش مغزى التضحية من خلال البرامج التعليمية. اليوم أنتم كجمعية كيف تنظرون بداية للجانب التاريخي في هذه البرامج؟ أعتقد أنه بالنسبة لنا هو أمر بديهي في البداية، وبالتالي لا شك أنه هذا الجيل يتلقى ضمن النشأة نتاعو يعني سواء في الأسرة أو في المدرسة يتلقى نوعين، يتلقى ما يتعلق بالمعارف والمهارات
ويتلقى قيم. هذه القيم هي التي تجعل منه يعتز بوطنه ويعتز بدينه ويعتز بتاريخه ويعتز بلغته. ولا أعتقد أن المدرسة تخرج عن إطار مؤسسات تنشئة اجتماعية التي تهيئ هذا الفرد في هذا الشق من التكوين، فيكون إما بشكل مباشر عبر إدراج ضمن البرامج مواد معينة لها علاقة بالتاريخ الوطني ولا علاقة بتضحيات الوطن ولا علاقة بكل هذه، لأن التضحية هي قيم، وكل هذه القيم النبيلة التي تجعل أو التي يؤمن بها الفرد الجزائري. أم إما أن تكون بشكل مباشر في نطاق مضامين معرفية أو تعليمية معينة، أو تكون بشكل غير مباشر. فسأعطيك مثال الوقوف للعلم الوطني وكل التظاهرات التي تقام بها المدارس هي عبارة عن تنشئة وطنية تغرس من خلالها المدرسة الجزائرية هذه القيم في أبناء هذا الجيل. نعم، لربما أستاذ تاريخنا مليء بالتضحيات وكفاح الشهداء والمجاهدين، هناك عديد لربما عديد التضحيات التي يرسخها تاريخ الجزائري سواء في المدارس و تاريخنا الكبير بذاكرته العظيمة. نتكلم لربما حول هذه الأهمية، التنشئة السليمة للأبناء للجيل الجديد لتعزيز اللحمة والجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الإقليمية. اليوم هناك عديد التهديدات التي تواجه بلادنا في ظل عديد المتغيرات الدولية. نعود لربما لطريقة تلقين هؤلاء التلاميذ لهذه المادة المهمة جدا. اليوم نتكلم بصراحة، التلميذ الجزائري قد يعتمد على أسلوب الحفظ المؤقت للإجابة على أسئلة تقدم في الامتحانات فقط. في اعتقادك كيف بإمكاننا تحبيب التلاميذ بهذه المادة ومنه ترسيخ هذه المعلومات؟ أعتقد أنه يكون من خلال، أنا أتصور أنه من خلال أنشطة لا صفية، هذا أولا، هي محاولة في الشكل في يعني غرس القيم بطريقة غير مباشرة في الأنشطة اللا صفية من خلال المسرح، من خلال أناشيد، من خلال الرسم الفن التشكيلي، من خلال كل النوادي، نادي التاريخي. أعتقد من خلال هذه الأعمال خاصة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة يمكن أن نغرس هذه الأشياء، نغرس هذه القيم، قيمة وطنية وقيمة التضحية في أبنائنا، لأن المعلومة كما ذكرت تنقل بشكلين، أما الآن فهو يعتمد بشكل أكبر على المعلومة التي تنقل بشكل معرفي في شكل مضامين، وهذه ربما تصبح للتلميذ كمعلومة ولكن لا تلامس روحه ولا تلامس مشاعره إلا إذا وضعت في قوالب سلوكية، قوالب ينشط فيها يستمتع وهو يتلقى. أستاذ أبو بكر منصور من فضلك ابقى